انا اتجوزت ما بقاش ناقصني حاجه، حدش له كلمه. استغفر الله العظيم. مالك يا بيت؟ مش هتقولي لي مبروك؟ مبروك؟ مبروك على ايه؟ على الجرسه؟ هو انت ما بتحسيش؟ حلك حيل، هو جواز جرسه ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل. هو مين ده اللي مسجل يا بيت؟ هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق. يا فتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغوا في سيرتنا. منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا. يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل؟ ما انا خلاص هتجوز، وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستيكا. جواز؟ وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك؟ الا علي. علي ده سيدي الرجاله، لما يقول كلمه ينفذها. ده بلطجي يا فتون، بلطجي ونصاب. بحبه بجد ومالكيش فيه. طب وانا؟ انا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزني ازاي وانا جوز اختي بلطجي؟ وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك؟ يا بت ده انت خدامه.